حمد الطاهر محجوبي مترشح على الدائرة الانتخابية شاكمو معتمدية حمد الجريد. البرنامج الانتخابي التسريع في المنطقة الساقوية وحفر بئر جديدة وتوزيع المقاسم فلاحية على الشباب. النقطة الثانية إحداث منطقة سكنية جديدة على الطريق الوطنية عدد 3 وإحداث مواطن شغل من نوع استراحة مشوى. النقطة عدد 3 الحرص على تدعيم مركز الرعاية الصحية بالتجهيزات والإطارات الطبية وشبه طبية وبالأخص سيارة إسعاف. النقطة الرابعة المزيد من تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والعمل على تحويل النادي الشباب الريفي إلى دار شباب قارة. النقطة الخامسة حث الشباب على بعث مشاريع فلاحية بالمنطقة والترفيع في حصة المنطقة من السداري، خاصة وأن تربية الماشية تعد مورد رزق أساسي لأغلب سكان المنطقة. النقطة السادسة في التعليم مزيد العناية بالبنية التحتية بالمدرسة الابتدائية شاكمو وإحداث ملعب رياضي وتكثيف عدد الرحلات اليومية للتلاميذ اللي يتنقلوا للدراسة للمعتمديات المجاورة باش نحمو أولادنا من آفات الشارع. النقطة السابعة حلمي أنه تكون جمعية رياضية وأكاديمية في شاكمو لساق المواهب الناشئة في مجال كرة القدم. في الختام نحب نشكر أهالي شاكمو اللي صوتوا لي في الدور الأول وندعوهم يعاودوا وينتخبوني في الدور الثاني، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح.